بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أطمن ناسنا ومحبين بأنه أنا دا ألتقى العلاج في مستشفى الفرخ العام وبإشراف الأخصائيين، والحمد لله والشكر رعاية 100% ومتابعة 100%، والحمد لله والشكر أنا بخير الحمد لله. منتظر دعواتكم إن شاء الله، ودا ألتقى العلاج وإن شاء الله نطلع من هذه الأزمة. فيما خص الفنان إحسان دعدوش، دخل البارحة للمستشفى بعد إحالته من البيت إحالة رسمية بسيارة إسعاف. الحمد لله أموره اليوم كل الزينة، صحته تحسنت هواية فرق عن البارحة وهواية فرق عما كان بالبيت. تركيز الأكسجين لحد الآن عالي جدا، 96 95 97، طبعا هذا بدون ماسك وبدون سيباب، يعني على احنا نصيح له على الروم اير، على التنفس الطبيعي. سوينا له مفراس واخذ بلازما البارحة، اول ما دخل اخذ بلازما فصيلة دم اي. هو اللي يعاني من مشاكل قديمة بالقلب سابقة قبل سنوات، ويعاني من ربو قصبي مزمن، وياخذ علاج وياخذ بخاخات ربو قصبي مزمن. هو هذا اللي شوية كان يثير الخوف عنده، بس الحمد لله اموره كل الزينة. واحنا هسه شفته مثل ما كنا يمه، وهو تكلم، انا ايش قد قلت له لا تحكي على مود صحتك، بس هو الرجل يتكلم. يعني فيما يخص الشغلات اللي البارحه قريناها وسمعناها والاتصالات اللي اجتنا فيما يخص سوء حالته الصحيه وحالته خطره جدا، وبعض المواقع ممكن قريتها انه متوفي، يعني كلي تعاري عن الصحه. احنا نتمنى له الصحة والسلامة وندعي له هو وكل المرضى الموجودين عندنا وكل المرضى الموجودين في المكانات الأخرى.